وينك يا أبو زهرة؟ صباح الخير، صباح النور، صباح الأجواء الجميلة، صباح الطبيعة. أنا سبق ووعدتكم إني أغطي لكم منطقة جديدة، مكان جديد، شيء جديد، وهذا أنا إن شاء الله إني أوفيت. اليوم وصلت، طبعا وصلت البارح بالليل تعبان ما لحقت أغطي ولا أصور، كانت الدنيا ظلمة، قلت أصحى لكم بدري. أول شيء وحشتني والله اني اشتقت لكم، ليومين ما نزلت سنابات، قلت اول شيء انا ارتاح والمتابعين يرتاحون والملائكه ترتاح، شركه السناب يرتاح، راحه مشتركه، الجميع سيرتاح. يا صباح الفل، يا صباح النور، الزبده. يلا تبعوني خلينا نشوف ايش السالفه في هالديره، ترى نكتشفها سوا. ها ترى الحال من بعضه يا رب، الحال من بعض. صراحه الفندق جميل، الفندق حلو زي ما انتم شايفين، هم هالدورات المياه على الوجه، الوجه راس نزوم همشة رزة الوجه، شوفوا الحمام رزة الوجه. عافيكم، وحشتوني والله يا حبيب، ترى هذا من زود الشوق، من زود الشوق. يلا يلا راح اغطيكم تحت شباب، يستنوني على الفطور وزهره قاعد تصور. مورنينج حليلهم، طيبين طيبين، الشعوب طيبة، حيسعدهم الشعوب. ما ادري الدخل خرج منا ولا خرج من محل ثاني. شوف 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 على طول، هنا في بحيرة، تشوفون البحيرة؟ هاك قريب يابا، تشوفون البحيرة؟ الله يا الحصاد، تشوفون؟ الله انواع العلف، بنروح نشوف شو السالفة. ما شاء الله، الحين نزلت من الاسانسير الدور الأول، ظن المطعم تحت. المطعم والله ايش عندهم هنا؟ على فكرة حبيبي أنا وضعي زي وضعكم، جاي نسكشف، أول مرة أجي هالمكان، أول مرة أجي هالأماكن أصلا بشكل عام. زهرة زي أنا وأنتم الحين داخلين، شوف ايش السالفة. أنا لي ربع هنا يا الربع. شبعة خير، أنا عايز مشكلة، أنا سمح بالبوفيه، أحس البوفيه ذا أحس كذا في العالم، يعني في المحل في العالم كله أحس أشلاق، تيجي كذا تلاقي أصناف كثير كلها ما أصلح لك، تيجي تصفى الزبدة في الآخر تاخذ لك بيض، ولا تروح تسوي لي بيض عيد. إذا كله خرب إيش؟ إيش؟ أدري سبحان الله ما أحبها بعدين يجيك، أنا والله ما أحب بالذات هذه الصحون دي، يجيك كذا فيها أشياء كذا غريبة، هذه الأشياء أنا ما أحبها أصلا، مع إن هنا حلوة أكيد أكلهم. والله من البارح في الليل وأنا مشتي هالكيكة، شكلها مشهي يا أخي. حبايبنا صبحكم الله بالخير، أعرفكم على أخوي محمد السريحي، هذا الرجال هو المسؤول عن التريب حقي هذا كامل. وانا وعدتكم من اول اني ان شاء الله راح اسوي علاج طبيعي لرقبتي واشوف المصحات والناس كمان تستفيد، فتوصلت للشيخ محمد، هو من الناس الخبراء في العلاج الطبيعي. حياك الله اخي محمد. حياكم الله وابقاكم متابعين الاخ ابو زهره، متابعين القيصر. يا حبيبي حياك الله، يا حبيبي يا حبيبي، في خدمتك دائما يا حبيبي. ان شاء الله كيف بتكون الرحله؟ ان شاء الله نبغى كذا، ان شاء الله بنعرفك على بعض المصحات اللي هي علاجيه وزايد النقاهه والاستجمام، وبعدين ان شاء الله نبدا بعلاج الام الرقبه لديك ان شاء الله يا حبيبي. في مصحه خبره في العلاج الطبيعي. كفو كفو كفو، والله ابو زهره يحتاج اول شيء نقاهه من جد، نقاهة من العرعان، أمل وميرة وقرد، يعني هنا نقاهة على هنا. أيوة نجهزك لل، والله من جد أحتاج نقاهة وهدوء، ما أبغى زعاج، ما أبغى قروشة، لا مميرة ولا ميرة ولا عرعان ولا قروشة ولا أحد. لا 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 لا، ما ميرة لا تخاف منها حتى، كل تبيني خاف منها. مميرة مسيطرة، مسيطرة على الشعوب، مرة القيصر، قيصر زوجته لازم تصير مسيطرة. يلا خلينا نبدأ عد رحلتنا ويومنا، أنا صراحة أبغى أشوف الأعلاف اللي
جاك المزال قول جاي نقاها انت ولا جاي تحرث تزرع يا ابو زهره انت متعود على اوكرانيا الله يسعد ام اوكرانيا تعود ان شاء الله تعود طبعا يا حلوين هذا الريزورت عباره عن زي منتجع اسمه شجره الحياه شجره ايش شجره الحياه تري اوف لايف عباره عن مكان تستجم فيه كمل يا منتجع اربع نجوم متخصص في النقاهه والاستجمام وعلاج العلاج الطبيعي من افضل المنتجعات المتواجده في التشيك وبخاصه في التخسيس والعلاج للحالات السهله التخسيس قصدك اللي عنده كرش كذا طلع بلا كرش زي ما طيب نحبوني تكفى نحبوني في يومين لا في يومين لا اقل فتره هي 14 يوم الواحد يجي نتائج في العلاج في التخسيس طيب ما عندي واجه شوي خذوها في يومين ممكن نسوي لك بالمشروع لا ممكن نسوي لك اللي هي وجبات غذائيه وليس التخسيس اوكي بجانب العلاج يعمل وجبات غذائيه مقابل مادي بسيط تشرف عليك طبعا هذه خريطه الحديقه والمنتجع احنا حديقه يقول لك هنا الحديقه اذا تبغى تضايق من البرنامج العلاجي انك تروح تمشي في هذه الغابه غابه تروح تتمشى ايش الفطر هذا في فطر تشوفون هذا لا يكون الفطر ذاك حق شو اسمه يخلي الواحد يضحك يا محمد ها والله ما اعرف انت الخبير لا والله ماني بخبير انا اعرف الا الفطر اللي ياكلونه الرعان بس شوف الجو انت ناس يجون ناس هنا يمشون يسوون رياضه سياكل طبعا احنا صاحيين بدري الناس اغلبها باقي ما صحت او عندها برامج لا معاهم برامج عندهم برامج ها ما في الا ابو زهره اللي فاضي لسه ما بدينا كفو 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 شوف هالرسمه شوف الشجره دي رسمه طبيعيه طبعا هذه العياده يا جماعه الخير من هي مشهوره اكثر شيء في التخسيس اذا تبغى تسوي تخسيس فلازم تجي تسوي رياضه في البرنامج اقل شيء 6 كيلو صح تقريبا على حسب الشخص وقدرته يقول لك على حسب الشخص في لهم برنامج تجي تسوي هنا رياضه تمشي يعني الزبده ينحفونك خلال 14 يوم يدب ترجع بعد هذه المصحة ترى في الأغلب فيها ناس طبقة يعني مرتبة الصدق يعني فيه كذا واحد هنا موجودين الحين قالوا لي ترى فلان موجود وفلان موجود وفلان موجود نوعية ناس يعني فهذا المكان الواحد يبغى يروق يسوي رياضة يسوي برنامج غذائي برنامج علاجي خفيف ترى شوف هنا مو زي المستشفيات الكبيرة متخصصة بالعلاج الطبيعي هنا أكثر شيء هدوء روقان بالعربي استجمام تيجي فيها الغابة فيها الفندق حتى الفندق يعتبر بعيد عن المدينة شوي يعني أبو ساعة ساعة ونص كذا بالسيارة تروق استجمام في ناس تبحث عن الاستجمام منكر في طول الوقت في العمل وفي الشغل وفي الحياة وفي خضم المعارك الحياة يجي هنا يقول لك سمع صوت العصافير تبي تلعب تنس وهالسوالف ذي ها على صوت العصافير الله دامك الغابة على طول جو الله يعطوني ذا الكوخ رقد فيه ليلتين وعندهم ملاعب تنس كثير مو بس واحد ولا اثنين تعال والعب هنا زي الجيم اذا تبي تسوي رياضة كذا في الجو الحلو هذا هذه مراجيح وزحليقة الأطفال الصغار فرفيرة والعاب جوه وتكيات هنا ملعب الكورة يا حلوين اللي ما يستغني عن اللعب عن الكورة وعن مباريات أبد تكي حتى دكة الاحتياط موجودة تكفي تكي في الدكة حقت الاحتياط هذا مكانك صدقون هذا المكان يصلح كمان تسوي فيه كامبينج حق السياكل كامبينج حق اللي يلعبون كوره يجون يسوون
يخيمون هنا المخيمات الصيفية صراحة جميل وجو رايق وهادي. هنا أنا مرة قد كلموني نادي من النوادي في المملكة قالوا نبغى نسوي كامبينج الفريق الدراجات حق مدري إيش في السعودية، بنطلع نبغى مكان كويس. هذا والله مكان حلو يا الربع، ذاك اللي قدر سألت لي زمان ترى هذا مكان والله هذا الممشى يذكرني في الديرة عندنا زمان كذا، الممشى عندنا نجي نتمشى بين السهول والتلال. بيوت بيوت الله تاخذ لك بيت هنا على الأصوات الحلوة. هنا ممشى كذا يا عموري ايش الروقان ذا وزهر. انا وانا ماشي الا في واحد حاط لوح ميد يعني ان هذه في عسل، هذا صاحب هذا البيت تجي تدق عليه البيت تقول عندكم عسل يا الحبيب، اظن الخلايا حقتها فيبا والله اعلم. طبعا ما اقدر ادخل، والله ودي ادخل بس عاد كيف ادخل مقفل. اليوم جمعه يا الربع، اليوم جمعه ترى الناس ينامون يوم الجمعه صلاه وكذا. شوفون التفاح يا الربع، شوفون التفاح يا ذول، يعطوني تفاح يا عمري. شوفون التفاح، انا ادري ممنوع اني اصورهم بيوتهم كذا واقط اقلط عليهم ولا لا. دوبري 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 ما يفهمون ايش يعني دوبري، شكل لغتهم غريبة. كيف تقول لهم صباح الخير يا ابو دوبري دين؟ طبعا هذه القرية اللي انا فيها يا حلوين قرية هادية، شو حلوة تتمشى فيها هنا تسوي علاجك الطبيعي وشغل لك، تتمشى هنا في هالقرية تشوف الناس عاديين بسيطين لعبوا ورعانهم، هدوء هدوء فعليا هدوء جماعة خير طبيعي، كل واحدة ما أخذ ورعة تيجي تمشي تلعب تفرش فيه. شو رايقة خفو زهر تمشى فعليا ما تطفش، لك بس كاسة شاي تيجي. اللي يحبون التنس انا من الناس اللي يحب هذه اللعبة بطريقة رهيبة. كفو طبعا زي هذه النوعيات يجون يسوون رياضة تشوفونهم شيء جميل. صدقون ثاني مرة اكل، فطرت والحين تغديت وانسى اصور لكم الاكل، معلش معلش اني هذا غدا القيصر يا اخوان، ايش رايكم بس؟ الله اني اتيكيت ها صورت لكم المره دي ما نسيتكم، صح اني شطفت منها شطفه بس عاد مرقع مرقع مرقع. العلاج حق ابو زهره لو بعد يكتبونها بالعربي عشان لا تبحث. السلام عليكم. Yeah. هاي هاي هاو ار يو دوين؟ فاين اند بليز سيت داون 1 مينيت. وير اي سيت وير اي سيت؟ هير يلا يلا خلينا نجلس. تقول اجلس يا ابو زهره لا تقروشنا، عندي بعض الاشغال. اجلس خمس دقائق. يا يمه انت مصدي والله اني مكسر من سفره البارح، شكل مكيف البارح حاسني حوس. هل هذه تطلع ما في ما في نخاع؟ اوه ما شاء الله. واتس يور نيم؟ مانكيتا. مانكيتا نايس تو ميت يو يا مانكيتا. يا ويلي من ام الاميره. هذه غرفه العلاج الطبيعي يا جماعه الخير. طبعا انا جايبين لي خبير في علاج الرقبة، كون عندي رقبتي تعورني صراحة. I have a problem here in my neck. Yeah. Always. I think because I'm using mobile a lot and working a lot on this computer, so it's always hurt me. Even from here, like from my shoulder. Yeah. Okay. Everywhere painful. Okay. We make a soft technique as a this problem and we see it. Yeah. Perfect. Okay. Please take off your t-shirt. والله يا جماعة الخير لأن الواحد لما يسوي علاج طبيعي عند متخصص صحيح حس بالفرق، والله قاعدة تشتغل
براسي كنا كرة قدم. الله يجزاك الجنة. هي والله الله يهديك يا عمري. يا سلام. القيصر خلص أول أول جلسة علاجية. يا الله قالوا لي أطلع شوية ريح عشان الدكتور الثاني والأخصائي الثاني. قالوا أطلع ريح شوي كذا برا، شوف المنظر كذا لما تطلع تريح. وين تروح تريح؟ شيك القيصر راح الآن يفتح النفس. شوف 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 الحين أنت كذا رايح تقول لك إيش؟ انزل تمتع بالطبيعة شوي، فركنا لك رقبتك، روح تمتع بالطبيعة. الحين شوف النار. يا الله هذول طبعا حتى هم يجون، في كثير عوائل يجون هنا يسوون علاج طبيعي، يجون زي ما تقول ايش، يصير استرخاء وجلسات حلوة ما شاء الله. هاي شوف شوف الأجواء، شيء عجيب ما شاء الله تبارك الله، شيء رهيب. توني انتبه، شوف هذا المسبح، هنا المسبح على طول، ثاري هنا في مسبح، تشوفون المسبح؟ المسبح على طول يطل على النهر، ناس تجي تسبح هنا، ياخذون عيالهم، تشوفون؟ تشوفونهم يسبحون؟ الله عليك المسبح، اسوي كذا يمكن تصير تبان الصورة، تشوفون؟ تشوفون؟ بيحس الدنيا ابو زهرة، بيحس الدنيا، بيحس الدنيا، بيحس الدنيا، تشوفون؟ هنا المسبح جوا قدامك النهر وهذه الشجرة العجيبة الجميلة. الله شوف الطبيعة تعجبني صراحة، الأبواب القزاز والشبابيك القزازة هذه اللي تطل على الطبيعة، من الطبيعة تشوف النهر قدامك، نعمة من نعم الله سبحانه. الله زهرة استمتع، الأجواء جميلة، يسبح ويحمد الله على العافية وعلى النعمة ويذكر الله ويستغفر ويحاول يقلب يجي الشاشة عيث لا تقلب معه. شوف هذه الطبيعة اللي أمام أبو زهرة الآن، هذا المكان فعليا ناقصة كاسة شاي تقعد ساكت تنتوك جست هلاكس. يا جماعة الخير هذه الآن التربة، التربة العلاجية عرفتوها؟ الحين هذه مختصة بالتربة العلاجية، قالت لي خش الغرفة وأنا بجيب لك هالتربة العلاجية، تعال جهز أمورك أبو زهرة، تسدح لين أجيك. يلا يلا الله يجزاك خير. هذه غرفتها ها، الحين أبو زهرة تسدح هنا وتسوي لي التربة العلاجية هذه. beautiful beautiful thank you. oh I have to sit on this. شفتم جماعة خير تنسدح عليها. يلا خلينا نكمل نكمل. يلا حلوين قالت الحين تنسدح عليها like this. ها كيف هي سيت داون؟ اي سيت داون. طيب اوكي ها الحين انسدح. يلا بسم الله. اوه قراتشي هوت ها هوت هوت. الله يجزاك خير. يا سلام يا ابو زهر ابد يكفنونا في ذا الله لا حول ولا قوه. الله يرحمنا ويرحمنا. والله راح تخيل هذا اليوم يتجهز له مكفنونا فانت ما تدري. الله يا جماعه الخير كانها حاطتك في ساونا، كانه ساونا كفنتك بهذا الكفن وتحت يغلي. شوفون العرق بس ان جو حلو حتى اختي غفوه كذا. ثانك يو. الحين دور التنظيف والتنظف. الآن أهم شيء في العلاج الطبيعي السباحة والاستجمام. على طول على النهر يا إخوان، نط في هالماء وتسدح. بعدين في أنواع كثيرة عندهم للمسابح، في مياه كربونية، مياه مدري إيش، مياه في أنواع يعني برامج كثير. أنا دخلت النوع العادي
انا بس ابغى اتسبح، ما ابغى كربونات ولا ابغى شيء. تكون ابو زهره الحمد لله صح مستصح. ما بعد الا الجحامه، الجحامه في الرزول ايش تسوي ذا ابو زهره ايش عندك؟ من الجو شوف المناظر ايش بعد سبحانه. حبايب القلب والله العظيم اليوم جالس مع كثير من الزوار والناس اللي موجودين هنا، طبعا من السعودية اغلبهم ما شاء الله، فأسأل بالله كيف المصحة كيف؟ والله العظيم كذا واحد يقول لي 10 على 10 نظامهم وضعهم، لا وبعدين ايش عتاولة يعني من 4-5 سنوات وهم كل سنة الصيفية كلها يقعدون هنا. هذه تعتبر مصحة نقاهة، ريلاكسنج، استجمام، تجي تكي تعيش لك شهر شهرين، سوي لك علاج طبيعي وتضبط أمورك، تسوي حمية غذائية، تخسيس، رياضة، تأخذ سيكل، تتمشى، حياة هادية، هدوء، شيء صراحة جدا جميل. فأنا أسأل الناس يقولوا لي يا أبو زهرة هذه المصحة من الأفضل. طبعا اللي ما يجي هلا خلينا نقول الناس اللي مرتاح. طبعا انا واخوي محمد الله يعطيه العافيه مقرر، محمد قال رياض انا بخليك تلف كذا مصحه، الناس تستفيد، تعيش الجو معانا، وانا نفسي انا اعيش الاجواء واعرف فعليا الفرق هنا، ايش الوضع هنا، ايش الوضع هنا، وتعيشون معانا اللحظات الصحيحه الحقيقيه. هذه المصحه انتم عشتوا معانا فيها اليوم، تعتبر للناس الراقيه اللي يبي هدوء، مو علاج طبيعي متقدم يعني فيك شلل ولا فيك شيء، لا هنا ريلاكسينج، تخسيس، رقبتك تعورك بالعربي تدليع، مفاصلك ما ادري شاشة عظام، اشياء اللي هي بسيطة هنا بنعالجها ان شاء الله، زايدا التخسيس، وفي تخسيس سليم اللي هو عادي وانتنزيف يعني ممتاز جدا، واسعارهم كذلك مقبولة، وفي عدة كاتيجوري اللي هي سرير، غرفة سرير، غرفة سريرين. هذه من المصحات القديمة اللي هنا، بس هذه ما تستقبل إلا تشيكيين، شوف اللي فيها تشيك ما يقبل أجانب بشكل عام. طبعا يا حلوين المصحات في العادة تكون جوها جو هدوء، مو بجو تماشي وخرجات ومطاعم ومولات وفلة، فكثير من الناس تجي المصحات بشكل عام يمل يطفش، نوع اللي زي ابو زهرة، نوع اللي زي انا النوع حقي انا ما يقدر يقعد ولا حتى 3 ايام في اي مصحة، لاني من النوع اللي احب ادج وحياة وسنتر وعالم، لكن اسأل الله ان يشفي كل محتاج ولا يريكم مكروه. والناس اللي رايقة في نوعية رايقة في، انا اللي قابلت هنا نوعيات رايقة بسم الله يا جماعة الخير، في واحد يقول لي أنا أقعد شهرين ولا أخذ معي أحد أعرفه، أقعد أكي مروق شهرين ما شاء الله عليه، وغيره كثير يعني كذا واحد بالشهور يجلسون يجلس طول الصيف هنا بالحالة كذا يصيف. قلت لهم والله أبو زهرة ما يقدر. من الأشياء الجميلة في هذا المكان تشوفون هالجلسة هذه، هذه يجتمعون فيها الشباب السعوديين كل يوم كل ليلة، يجون تكون سوالف شغل وحركات. شوفوا جايبين اليوم ذبيحة العيد الربع، تشوفونها ما شاء الله تبارك الله، يجيبون لحم ذبايح شغل ويشوون ويتكون أكل طبعا حلال، أكل وسوالف وناسة ما شاء الله تبارك الله، أجواءهم رائعة، تجي كذا تعرف على ناس جدد، سوالف وعالم ضحك وناسة، والله جيت اليوم معاهم وجلست معاهم وسواليف وفلة، يعني انبسطت فعليا. هنا حلوين يسمونها زي العلاج الطبيعي، ايش اسمه؟ جهاز الايكون. هذا جهاز الايكون، هذا حق الدوالي يا جماعة الخير، اللي فيه دوالي الله لا يورينا وياكم. وهذا حق ايش؟ هو نفسه ايكون. الايكون هذا اللي يخصص الدهون. ايوه
طيب ابغى يا اخوي من هذا. هذا بيسوي لك ويشيل ام الاجناب ذي اللي فيه. ما يشيل كلها بنفس اللحظه لازم ايه؟ تحتاج عده جهاز. وين هنا عندهن؟ ايه. ابو 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 هذا المحلل الفتنس. الله طمرنا عليهم طمر. هنا شوفوا الجيم اللي يحب الجيم وسوالف يراعي الجيم. يا سلام هذه الكوره تعرف تلعب عليها. والله في جهاز عندهم بس كذا يحطون يسوي لك نحت للجسم خلي يوزن يوزن الجسم. نبي سكس باك. نبي سكس باك يا محمد الله يسعدك. ابو زهراء ما يتحمل يجلس في المصحة طول اليوم. قلت ابو حميد يا ابو حميد نبغى نشوف في شيء قريب. ابو زهراء لازم شوف اشياء جديده شوف حياه شوف الشعوب فعاليات. لازم اشوف الشعوب واشوف الفعاليات شوف الناس. طفشت من هالمتقعدين ذول اللي في المصحه. زعل مني ترى اغلبهم يتابعوني. على حبايبنا احبكم احب امزح قصدي الشباب 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 الله يسعدهم. نبغى نروح نشوف ايش في شيء برا. تعال تعال شوف 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 الآن طالعين ناخذ الملفة أبغى أشوف إيش اللي يبعد عن المصحة. محلات ممكن الواحد يطلع يتنفس يخرج يشوف الناس يشوف الحياة. هذا الهدف يعلم الله. هذه الأجواء اللي في محيط المصحة تبعتنا. شوف التفاح العبة التفاح. شفت التفاح محمد الله يهديك كان وقفت. هذا تفاح ترى يمدينا ننزل نوقف ناخذ. اي قطف ما علي فحل. انا القيصر يعرفون يا القيصر ترى يعرفون اني القيصر. اي انت امورك طيبه. اي صار لك ابو زهرة. اي تعجبني تعجبني ان شاء الله قريبا تكون قيصر تشيك. انا قيصر اوروبا كلها تشيك. هذه واحده واحده من واحده من المقاطعات الصغيره البسيطه اللي القيصر اصلا ما يناظرها احتمال. بارك الله فيكم. يا سلام ترى متعة انك تجي تمتع ناظريك بهذه المناظر الجميلة. هدوء. هذه الذرة يا سلام. من يعرف الذرة؟ تشوفون البقر ما شاء الله تبارك الله. شوف البقر ما شاء الله بقرهم كبار يا ولد منضاف. الله عليكم يا جماعة الخير. نحن هنا في السنتر. ايش اسمها المدينة ذي؟ ردت. ايش اسمها؟ ردست. ردت. ونعم والله ونعم ونعم ديرة طيبة وأهلها ونعم. هذا السنتر يا جماعة الخير جدا متواضع بسيط جدا. لا لسه بنوديك السنتر اكبر. يعني في شيء احلى من كذا؟ اي في احلى. يلا يلا يلا. لا اموركم طيبة يا ايتها الشعوب اموركم طيبة. هلا بالسنتر. هلا 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 بالشعوب. الله عليك في عندهم مول هنا ما شاء الله تبارك الله. اي والله هذه الاجواء انا والله انها تعجبني صدق. كفو 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 ابو حميد كفو كفو يا ابو حميد كفو. اي خنت لا تربط الرجال مع كفو. اي هنا المول حقهم يا حلوين. على طول تطلع على الفود كورت على طول على طول على الفود كورت. شيء جميل. مطاعم ماكدونالدز كي اف سي كل شيء هنا موجود. شوفون شيء جميل. شو الاجواء عليك ابو زهرة. شكل الشوبينج عندهم هنا رخيص. شوفون الله عليك ابو زهرة. انها الاورنج يا سادة. هاي صراحة شهتني في البرتقال. كل شيء عندها برتقالي. شوف 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 هذه برتقالي. المقاعد برتقالي. تشوفون اجواء كلها برتقاليه. هاتي هاتي برتقال. حتى الكاس برتقالي. والله شغل
والجزر البرتقالي والبرتقال. جيمي جيمي وان اورنج وان جلاس وان. The big one. Give me two please. الله يسعدك يا شيخ الله يسعدك. What's your name? لنكا. لنكا. Nice to meet you يا لنكا. والله انك منعم يا لنكا. بشوشة مبتسمة. يقولك الابتسامة في وجه اخيك المسلم صدقة. صدقة. ما تبغى منها شيء ولا. خليك تعيش حياة سعيدة. شوف حتى السكاكين برتقالي. يا ولد كل شيء برتقالي يا ولد. الله السنتر الله هذا سنتر المدينة يا حلوين. هنا أحلى كافي هذا من الكافيات اللي أنا أحبها صراحة. أرحب أرحب يا الاتحاد يا الاتحاد اتحاد يلعب وإحنا لك سند اتحاد يلعب وإحنا لك سند. أم ميرة تعلق تقول الله يا لينكا الله يا لينكا. يا ويلة مزارة أرجع الرياض الرياض أرجع عند أم ميرة يا ويلة. يا حبايب القلب بالنسبة للمصحة حقتنا تقع في قرية قريبة من المدينة هذه ممكن 30 دقيقة بالسيارة. صراحة رائع المدينة يعني في مكان ممكنك تروح تتنفس فيه. أنا عندي أهم شيء المتنفس صراحة يا أخوان. شوفوا لو ما غير هذا السنتر الجميل في هناك كافيهات شوفونها وهنا في كافيهات في مول المول اللي صورت لكم اياه يعني في حياه يعني في حياه مش بطاله البلد. مية مية. شوفوا الزهور هذه والقعدات هذه هذا مطعم جميل المكان يمكنك تجي تتكي فيه تجي تتمشى في الويكند تمشى العالم مستانسة مصيفة. هنا السنتر حقهم جميل المكان جميل.